طيب لو هروح تاني للصيام، لان مهم قوي الناس تبقى فاهمه برضو خلال فتره الصيام الجسم بيحصل له ايه، وازاي ممكن لو انا ما اهتمتش بصحتي الشهر ده بجد اطلع منه متضرره جدا على كل الاصعده. ففتره الصيام ايه بالظبط بقى يعني فنيا بيحصل في جسمنا لو صح التعبير؟ بنحس بتعب، بنحس بخمول، ساعات كتير بنعطش، يعني لو ما شربناش ميه من الفطار للسحور بالنسبه كويسه هنصحى، مش معقوله نصحى 9 الصبح وشوفي المغرب قد ايه، هنفضل طول الوقت عطشانين. الاجهزه بتتاثر مثلا، في حاجه بتتضرر لا ولا لا بالعكس؟ اطلاقا اطلاقا، بالعكس ده في دلوقتي بيبقى في صيام متقطع رائع يعني منتشر فعلا طبعا. قوي. لا 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 لا، الجسم هو بس التعب والارهاق فقط. لو انا عشان متعوده اشرب النسكافيه بتاعي ومتعوده افطر، هو بس ده ممكن يكون حتى سايكولوجيكلي يعني، لكن هو طبعا الجسم لا 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 يعني ما بيحصلوش اي كومبليكيشنز الحقيقه. بالعكس في دايتات اللي هي الصيام المتقطع رائعه يعني، كويس. مش عارفه بكام ساعه لازم نبقى صايمين، وده بيحفز الديتوكسيفيكيشن ان هو ينظف الجسم كله من السموم. مفيش حاجه، بس دي قدرات برضو، انا عشان احرم نفسي 12 ساعه أيوة. ما اكلش ممكن انامهم انا يعني، ما اقدرش ده عن الحل نفسي، الوحيد بس يعني. بس الدراسات اثبتت انه مفيد جدا للجسم، الصيام مفيد جدا للجسم. كويس. بس اللي مش مفيد لو انا فطرت كل يوم بالاكلات والدسمه بالحلويات، هو ده بس اللي هيأثر لي بالسلب بعد رمضان، لكن الصيام رائع بيفيد يا الجسم دكتور جدا. زينة، احنا في العيد الكبير بنفطر فتة، ايوه عايزة ايه تاني؟ اي فته احنا وكبده بتاعت معدتنا الخروف، احنا ايوه معدتنا حديد زي ما وكبدة بيقول، محمرة وكبدة نية والخروف بيتذبح لا هو بياكلوها. كله كوم والكبده النيه اللي بل عندي بدمها ناس دي قرايبي نذبح وياكلوها عادي كده من غير بليمونة. ما تشم حتى النار، لا بليمونة كده خلاص واحنا واقفين عادي يعني. يمكن معرفة بقى قدرات قدرات برضه. الفقرة دي قدرات. ايوه.